هذيك المرأة اللي راهي تخرج تروح تخدم وتقول لك باللي راني نشوف فيه رزقي بعرق جبيني وخدمة حلال، كي تروحي تخدمي عند واحد في المحل تاعو ومن بعد على 12 وقت الغداء وقت الفطور يهبط الريدو وتقعدي انتي وياه وحدكم في خلوة وثالثكم الشيطان، ولا مثلا تروحي تخدمي في إدارة مع 4 ولا 5 زملاء في مكتب وشيخات وضحك وقسرة والمدير ثاني راجل ونهار كامل انتي في وسطهم طالعة هابطة، وينو الحلال اللي هنا ما نيش نشوف فيه؟ Thank you.